احنا زي ما ذكرت انا في استثمارات مؤخرا في سويناها في كوريا ب$7 مليار، استثمارات كبيرين في الصين، واحد منهم $12 مليون وواحد بأكثر من $3 مليار. وعندنا استثمارات أخرى في دول آسيا وفي دول أخرى. أعلننا عن نيتنا بالنسبة للكابيتال بروجرام في 2023 بحدود 45 إلى $55 مليار، وفي نمو مستمر إن شاء الله.